خليلة. الله يخليك دكتور. عندي هذا البنت الاخت ديالي كانت هكا تطيح كذب العصاب وبهذا شويه كي جبنا لها واحد السيد قال لك يعني باش تيدير لها رقيه قال لك بانه راه مالكها شي حد شي جن وهذاك الجن تيهضر معاه قدامنا وتيقول ليه شكون انت يعني خصك تسافر انت ماشي مسلم انت واش انت تيهضر معاه بحال هكا وتيقول لي انت غادي نصيفطك فين تسلم مشيتي وصلتي لمكة وصلتي لهذا هكا تيهضر معاه كأنه تيهضر مع شي حد قريب وهي كتجاوبو كتجاوب معاه تتجاوب معاه يعني بصوت عادي وهذا ولكن يعني بغيت غير نتيقن دكتور الله يخليك واش ممكن الجن يدخل للذات ديال الإنسان ويتكلم باللغة الإنسان ويتحكم فيه لهذه الدرجة هذه يعني احنا كنعرفوا بانه كيقول الله سبحانه وتعالى ان مساكم طائف من الجن فاذكروا الله هذا الشيء اذا ما نكونش خطأت في هذا يعني طائف ماشي مس ماشي دخل فيك ماشي سكن ماشي هذا هو السؤال ديالي بغيت نغنم واش ممكن الجن يتلبس في الانسان يدخل يتحكم ليه في حياته يتحكم ليه في هضرته يتحكم ليه في هذا القضية ديال المس اي نعم إذا مسهم طائف من الشيطان كين هناك المس وكين هناك الصرع هناك المس الجزئي وهناك الصرع الكلي المس يكون جزئيا في مس إما الكتيف أو الركبة أو الصدر تلقى بعض الناس عندهم واحد حالة غريبة ماشي بيليبسي وكدي عن طبيب يقول لك كذا المرض العقلي ديالو سليم الجهاز النفسي سليم كاين المرض الروحي لأن كاين الجهاز العقلي والجهاز النفسي والجهاز الروحي فبعض المرضى خصوصا الشباب البنات في سن 18 عام 24 عام كيتصابوا بالمس العاشق وفي الغالب الا كانت البنت منظوره وجميله وكانت كتنظر للمراه بالليل كثيرا او كانت كتجمع الاعصاب وكيقلقوها ودير لها حصار وكتشعر بالاسى هذه كلها عوامل كتسبب في المس كيجي المس العاشق كيقدر يكون جزئي طائف كيجي غير افكار في الاول طائف كيجي غير خواطر ذهنيه وكي المس كيجي جزئي في عضو معين اما في اليد او في الركبه اذا كان في الركبه اليمنى نصراني اذا كان في الركبه اليسرى يهودي اذا كان في الصدر مسلم وهذا الصرع يصيب الجهاز العقلي المخ ومن ثم كيفقد وربي تكلم عليه ربي تكلم على اكل الربا قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وسيدنا أيوب عليه السلام اللي هو نبي قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فممكن يوقع ولكن الحالة اللي تكلمت عليها كتسمى التلبس التلبس وهي أنه كيسكن كيدخل كيلبسه كائن غائب كيلبس كائن آخر وهذا يقع حقيقة كل اللي كيوقع عنده أوهام ولكنه في الأصل يقع والحوار قد يتغير النبرة الصوتية وقد يبقى نفس النبرة الصوتية هذا الراقي يبدو بأنه عنده خبرة لان احسن طريقه في الرقيه كتستنطق ذاك الجن كتقول قل انطقنا الله الذي انطق كل شيء وكتضرب اللسان ديالو باش ينطق وملي كنطق كتحاوروا احسن طريقه للعلاج قراءه القران الكريم مع الحوار كتحاور معك كما حاور ابو هريره رضي الله عنه حاور الجنيه اللي كان كيسرق الحديث في صحيح البخاري واحسن طريقه انه اذا كان غير مسلم يهودي او نصراني اول شيء يعرض عليه الاسلام قبل ما يقول لي خرج من الذات يعرض عليه الاسلام اول طريقه كيقول لي لابد قل اشهد ان لا اله ما بغاش كنقرا عليه ايات العذاب وكيتحرق وكيعرف التاثير ديال القران وكيسلم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله كيتعذب وكيعرف قيمه القران فيسلم فاذا اسلم كتقول لي دابا الان سلمتي لا يليق بالمسلم ان يؤذي اخاه المسلم وهذه اختك المسلمه لا ينبغي ولا قال لك لا بغيتها وما قدرتش عليها كنقول لي سوف ارسلك الى مكان فيه المسلمين من اهل الجن في الغالب كيصيفطوا الى مكه المكرمه وفي مكه المكرمه على بعد 7 كيلومترات من الحرم الشريف هناك مسجد كبير يسمى مسجد الجن هنالك تحلق الجن وتحدثوا مع النبي الكريم وقد نزل الوحي في ذلك قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فهذا الشيء ديال المس راه حقيقي كاين كل كيزيد فيه كل كيدير تمثيل ولكن الاصل انه موجود حقا وان في حوار والعلاج يكون بالاذان نسمعوا الاذان نتبعوا الاذان اللي كتسمع الاذان كتكون عندك اول تحصين ثم الوضوء نجدد الوضوء عند كل صلاه ثم
لا نفطر عن ذكر الله تعالى، الذكر دائما والصلاة على النبي الكريم فيها طيب. وكنستعملوا بعض الأعشاب الأخرى بحال العود بحال المسك، هذه كلها الطيب ينفر منها الجن. والدعاء هو مخ العبادة، نسأل الله تعالى أن يشفي هذه البنية وأن يحفظها ويشافي جميع مرضى المسلمين بجاه النبي المصطفى الكريم بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك للا زهرة. أسيدي لاباس عليك للا؟ الله يزكيك ويزكي عمرك ويزكي وليداتك ويسهل عليك. اللهم آمين للا. ويرحم الوالدين لما دعي لي مع واحد الولد راه مريض هادي تنشر، هو مريض فيه التوكال. الله الله الله. وراسو ضايخ كينوض ما والو، الدار ما تيبغاش يكس لي فيها، تيرفد جيفو. لا حول ولا قوة. معايا الله يسهل عليك ويرحم الوالدين. لا إله إلا الله. الله يرحم والديك، راه شحال هادي هو مريض هادي من شهر فطور. لا إله لالا زهرة، شكون اللي قال لك عنده توكال؟ مشيت ليه للرقية. أييه؟ الرقية ملي تشرب ذاك الماء الرقية تبدا يتقيح هذاك السلوكة. هما هادوك نعم. السلوكة والتناخم ما بغاوش يفطروا له هذه شهرين، وأنا في الرقية كيما يشرب الماء الرقية عطاه واحد العشب كيخلي لي التناخم. أييه هذاك، لا إله إلا الله. ياك. هو داك التوكال كيكون بحال السلوكة بحال السبة كيخرج منه بحال الكولا. بحال السلوكة وملي كيحاسه كيحطها في السطل ما كيبغاش يزولو إلا من السطل كاع. ما كيبغيوش كيبقاو لاصقين بحال الكولا، هو هذاك التوكال. لا للاسف الشديد، لا حول. وشكون اللي اداه؟ شكون هاد الناس اللي اداو؟ اش بغوا عنده؟ كانت حالفه، كانت حالفه فيها مراته راه هادي سبع سنين وهي هاربه له بالبنت، كانت تقول له دير رقيلك ورقيلك ورقيلك، داك السيد قال لك دير قاتلو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو اللي دابا راقي. لا حول ولا قوه. والله غير خرجت الزنقه زبط، حتى الريح واجه وخرجت الزنقه زبط. لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا يدعي معنا الله انت عليك. الله يشافي ويعافي يا رب. الله يشافي ويعافي يا رب يا كريم. الله يسهل عليك، انت نكون هكا نعسه. اييه. كنجي نعس وكنبقى نقرا ديك الصورات. اييه. كنبقى بحال اللي حلها هكا عينيا، والسواقي اللي ما دايزين حدايا كنشوف فيهم. سبحان الله العظيم. اه. هذيك من البركات لالا، من البركات. لا اله الا الله. الله يجعل فيك البركه وفي وليداتك وفي الله يشافي يا رب. الله يشافي يا رب يا كريم. من بين الامور اللي فيها الشفاء التوكال هو واحد المرض، ربما الطب غادي يستعمل غادي يفهموا انه ميكروب، ان الانسان كلا واحد الميكروب، لكن الله يسترنا واياكم هو واحد المرض خبيث كيصنعوه بعض المفسدين في الارض، ما كيخافوش الله تعالى، كيستعملوا اما بالجلد الجاف ديال الحيه والعياذ بالله، او بدق الزجاج. والله يسترنا. وكلام واحد التركيبه لا ينبغي ان نذكرها، ملي كيستعملها وكياكل هذاك الانسان في الطعام وهي غير شي شويه، هو راه قتل مع سبق الاصرار والترصد، هو قتل بطيء. الانسان هذاك المرض توكال كيوصل ليه للمعده ديالو وكيعود بحال الشعيره، واخا كيداويه كيعاود ينبت من جديد، كيعاود يداويه كينبت من جديد، كيمشي لعند الطب كيدير لافاج ديال المعده، كيستعمل ادويه مطهره، ولكن هو بحال الشعيره، حتى ان السكانير ما كيشدوش. هو واحد الطريقه غريبه، بحال غريب في الامر ديالو. سر من اسرار الله، ربي خلق الخير وخلق الشر ليبلوكم ايكم احسن عملا. العلاج ديالو كيكون طبعا كاين بعض المواد في الطب النبوي بحال الحبه السوداء والزعفران الحر وورق السدر وماء الورد والمسك وغيرها، ولكن كيبقى القرآن الكريم هو الأساس. ممكن ناخذ واحد الإناء ديال الماء ونقرأ فيه الآيات تاع الشفاء كما ذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، كنقرأ الآيات اللي عندها علاقة بالشفاء. هناك ستة آيات في القرآن الكريم فيها كلمة شفاء. ابن قيم الجوزية وهو من علماء الأمة ومجدد القرن السادس كان قد ألهم هذا الأمر،
كان ابنه مريض فيه مرض شديد واحتسلمه الأطباء، والأطباء داروا كل ما في جهدهم، ولكن سلم أمره إلى ربه ومشى يصلي الفجر ورجع ينعس. فإذا به يسمع هاتفا من السماء قال له: يا ابن القيم عليك بآية الشفاء الستة في كتاب الله. فقام ابن القيم يقرأ كلام الله فوجد أن هناك ستة آيات فعلا فيها كلمة شفاء، وتركيبتها لما تقرأ جماعة فإن الله سبحانه وتعالى يحول ذلك الماء إلى طاقة نورانية. فكان الناس يقرؤونها على ماء زمزم أو على أي ماء، أو يقرؤونها على العسل ويشرب، أو على زيت الزيتون ويحصى، أو تكتب على ورق من بالزعفران الحر و ماء الورد والزعفران الحر تكتب وتشرب. فقط آيات الله تعالى، وأي كلام آخر فهو مجرد كلام لا أساس له من الصحة ولا من العلم. ولما تقرأ تشرب ورب عز وجل لك يجيب معها الشفاء. فهذه فرصة أيها الأحبة الكرام، للا أمينة وللا زهرة اللي عندهم وليداتهم مرض لهم للأسف كان القول انتقام، هذا المشكل ديال الصراعات بين الأزواج. الناس كاين اللي كيبغي المرأة تبغي تنتقم من زوجها، أو الزوج ينتقم من مراته، كل واحد عنده طريقة في الانتقام. الرجل كيقول ليها ما تقضي ليا والو، المرأة كتقول لي أنا غنمشي للمدونة، وكتمشي عند منظمات نسائية اللي كيحرصوا داخل جمعيات حقوقية للدفاع عن النساء ضحايا العنف، وكتمشي للمحكمة وكتنصب محامي وكيمشي للقضاء، وأحيانا ربما حتى هو الرجل حتى هو عنده كيقول لك اللي ما عنده سيدو عنده لالا، حتى هو عنده صحابه وعنده حبابه كيفهموا في القانون، وكاين اللي هما يفهمون ما وراء القانون ويلعبون من بين السطور، فكيبقى الصراع قانوني ولكن ليس دائما القانون ينفع. هنا الله يسترنا وإياكم كيدخل إبليس وكيبدا كل واحد كيحفر الاخر بطريقه مؤذيه والعياذ بالله. دخلنا الدائره المحرمه، دخلنا دائره ابليس. كاين الرجل كيتهم مراته بالباطل او يتبرأ من ابنائه، وكاين المراه كتقول بان الرجل فيه كلام وكلام انه يفعل كذا ويغتصب، تهم متبادله وديك الساعه التهم ما كتساليش. حد دخلنا الى دائره ابليس وكيعود كل انسان كيقول كلام فظيع ويطعن في الاخر الى ان ندخل الى بيت ابليس. هناك يعود السحر وكتعود الشعوذة، واخطرها كاين التكال، وسهل جدا جدا حتى هو معروف سهل، لكنه قتل عن سبق اسر وترصد والعياذ بالله، قتل بطيء والعياذ بالله. لالا زهر الله يشفي الوليد ديالك، الله يداويه، الله يمتعه بالصحة والعافية، اللهم امين يا ربي يا كريم.